رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الخال ديالو، انا عبد المغيث النجاري الخال ديال يوسف الشوي اللي وضح هذه الحياه بهذه الطريقه الماساويه بغير ارادته بغير الوعي ديالو. يعني كان انسان مضغوط كثير في هذه الشهور الاخيره، تعرض لمجموعه من المضايقات على اي ما ندخلوش في التفاصيل هذه. في حقيقه الامر هذه الفاجعه هذه خلفت واحد التاثير سلبي على النفوس ديالنا واثرت علينا، ولحد الساعه حنا ما مصدقينش الخبر واش هادشي حقيقي ولا ماشي حقيقي. المرحوم يوسف راه معروف في الحومه، انسان درويش داخل سوق راسو معقول، ما كيجبد لا صداع لا مشاكل. يعني هذا المود ديالو فاجاتنا زعما الصراحه، ما كناش عوالين عليها. سيد يعني درويش كيعرف غير المدرسه، الدار المدرسه، ما عمرو زعما جبد شي مشكل ولا كان شي اشكال في الحومه زعما، لا لسي الشتوي لولادو كاملين زعما النقله الطيبه. يوسف كان واحد الانسان مرح، كان انسان روحه طيبه، كان كيضحك مع خوته معنا حنا، كان محبوب عندنا حنا كاملين. كان هو ديك النقطه ديال العسل، دريري حلو ظريف الله يعمرها دار، ونقيقي لا في العقل ديالو ولا في السلوكات ديالو، نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتقريبا ما يفوق الشهرين، وهذا ما حز في قلبي لان هذه مده ما شفتوش. لو كان شفتو غير قريب ولا هذا، دابا بقى فيا الحال اكثر لان هذه مده ما شفتوش، حتى توصلت بالخبر وعلمونا وتصدمنا. والله ياخذ الحق، وحنا الحق ديال ولدنا هذا ما نسمحوا فيه الى الدنيا الاخره، حنا حق ولدنا ما نسمحوا فيه الى الدنيا الاخره، وروحه غتبقى معلقه في الرقاب دياله واحد واحد. اي واحد مسؤول عن الوفاه وعلى هاد المشاكل اللي حصلت مؤخرا لولدنا يوسف، سواء من بعيد ولا من قريب، ولو بحرف من كلمه، راه حنا ما سامحينلوش حتى الغداء امام لقاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان.